الكلية زي ما انتم شايفين، سيجارة الموت، السم الأبيض، على البودرة، رجل. وإيه اللي بيحصل؟ إيه القرف؟ إيه ده؟ بص، ناس ميتة أهو، شوفوا المناظر، اللهم صل على النبي. شوفوا القرف اللي احنا فيه. تعال قول عايز تقول ايه؟ قول عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول للناس وعايز اقول للحكومه، انت طبعا شفت منظر الناس وشفت منظر. علي صوتك، علي صوتك، عايز اسمعك، علي صوتك. انت طبعا شفت منظر الناس وشفت منظر ده بياخد حقنا ده اهو. تمام؟ بص يا باشا، زي انا عايز افهم ايه اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل هنا ان احنا كل يوم بيموت مننا ثلاث اربع شباب واهاليها بتقعد. انا عايز اعرف مين السبب في الكلام ده؟ السبب اللي بيبيعه الحكومه، سبب اساسي الحكومه ان هي سايبه الناس دي. الحكومه سايبه الناس دي على علم منهم وعلى علم. هي الناس دي جات لك للبيت ولا انت اللي جيت لها؟ احنا اللي جينا لها. طيب ايه السبب؟ احنا عايزين نعرف السبب. بس انا لو ما الاقيش مصدر ان انا اجيب منه نسبه البطاله والاسعار. ايه اللي دخل البطاله في الادمان؟ ايوه باشا باشا، السبب دلوقتي انت مش لاقي شغل، هتروح تصرف فلوس على ادمان يا فندم؟ الناس ديت بتجيب فلوس من ايه؟ كل حاجه بقى، انام في الشارع مش هتفرق معايا. طب نام في الشارع. طيب ايه ايه دخل الادمان في كده؟ تسمع الكلام الاساسي. سامع اهو. السبب اللي الحكومه سايبه الناس دي. احنا لو طب الحكومه هتعمل ايه يعني؟ طيب احنا لو ما لقيناش حد نجيبه منه مش هناخد. مش هتاخد يعني؟ مش انا مفيش مصدر، مفيش مصدر ان احنا يا باشا. في حاجه كمان خلي بالك، اللي بيعمل اعراض انسحاب في الشارع، بيعمل اعراض انسحاب في الشارع بيموت. ايه ارض على اراضي السحاب ده؟ اللي هو بيبطل يعني في الشارع. لو بطل في الشارع، لو بطل من غير رعايه ومن غير علاج يعني لما بتاخدوا العلاج والرعايه الصحيه مش بتموتوا. لا مش بتموت، لكن لو بطل. يعني انتوا تطالبوا الحكومه انها توفر لكم مصحات؟ تعالجوا يا ريت. لو في مصحات هقول لك، مش هقول لك كله هيبطل يا عم. اقول لك يا باشا، احنا اهالينا، احنا اهالينا تعبت، احنا امهاتنا بتموت في البيت. ربنا يصلح حالنا وحالك. امهاتنا بتموت في البيت، احنا طالبين المساعده منك. ربنا يستر امرنا وامرك. الحكومه لو تنزل بدل ما هي بتاخد العيال تسلمها وتحبسها بحاجه مش بتاعتها، بتاعت اللي بيبيعها. تمام؟ احنا زماننا احنا